بسم الله الرحمن الرحيم. شيء عجيب في القرآن أيها الأحبة أن نبينا عليه الصلاة والسلام عاش 63 سنة. في السنة 63 آخر سنة من حياته نزلت آخر سورة، ما هي؟ سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أدرك الصحابة أن هذه السورة هي إشارة لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم عند 63 سنة. الحقيقة نحن قمنا بتجربة لطيفة في سور القرآن كاملة، حيث بحثنا عن حروف محمد رسول الله. يعني قمنا بعد حرف الميم، الحاء، الميم، الدال، محمد رسول، راء، سين، واو، لام، الله، ألف، لام، لامها، هذه الحروف 12. قمنا بعد هذه الحروف في كل سور القرآن. السورة الوحيدة كانت سورة النصر عدد حروف محمد رسول الله 63 حرفا، نفس لحظة وفاة النبي عندما توفي عليه الصلاة والسلام، عندما كانت هذه السورة آخر السور نزولا عليه صلى الله عليه وسلم.